شركة السيد بيكرز، تفضلوا للتكريم. مندوب الشركة يتفضل لاستلام التكريم. مجموعة أولاد محجوب الغذائية، محجوب أولاد الغذائية، مجموعة محجوب أولاد الغذائية. شركة السيد بيكرز، وأيضا تفضلوا لاستلام التكريم. مجموعة السيد، تفضلوا بالتكريم. السادة فندق السلام روتانا، فندق السلام روتانا، تفضلوا باستلام التكريم القادم من إدارة المهرجان. شركة جي بروجكت، اتفضلوا. جي بروجكت، اتفضلوا لي التكريم. الف مبروك، تفضل. اهلا وسهلا. يا جماعه اللي يستلم الجائزه حيوم. ايوه، تحيه كبيره قوي عشان ما شاء الله يعني ناس. ايوه، نتفاعل مع بعضينا ونحب بعض اكتر واكتر. الساده شركه بوصل للاعلام والاعلان الرقمي، شركه بوصل للاعلام والاعلان الرقمي، تفضلوا التكريم الان. فندق السلام روتانا، فندق السلام روتانا، فندق السلام روتانا. السادة قناة النيل الأزرق، قناة النيل الأزرق، ألف مبروك. السادة إذاعة هلا 96، هلا 96. طيب، التكريم الآن من إدارة نادي النيل لشيف نجلاء الشرشابي، ألف مبروك. وتكرم هذه اللحظات. شكرا جدا ليك، وشكرا شكرا والله. تكريمي بجد بحضور الناس، وحضور الناس كل يوم، وحضور الناس المتكرر طبعا. ده أحلى شكر ليا أو أحلى تقدير ليا. بشكركم جدا جدا جدا، شكرا. شكرا يا جماعة، شكرا. شكرا لنادي النيل، تكريم لشيف نجلاء الشرشابي. أيضا تكريم من شركة أدفانس لهذه اللحظات، تكرم نجلاء الشرشابي من شركة أدفانس، ألف مبروك هذا التكريم. أستاذ عمر،
شكرا جدا استاذ عمر ادفانس وشكرا نادي النيل قوي 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 وشكرا ليكم اكتر واكتر واكتر شكرا جدا ليكم جميعا وشكرا لكل اهل السودان شكرا ليكم من جديد ومن خلال المساحه دي معانا في حضرتنا الاستاذ احمد عبد العزيز من شركه نعمل الزيوت هي من الرعاه الاساسيين لهذا المهرجان اهلا وسهلا بك استاذ مساء الخير معكم احمد عبد العزيز قسم التسويق زيت نعمة مصنع أولمبي البداية خلينا نتكلم عن الفكرة وإنه الفكرة من مهرجان السودان للتذوق بالضرورة هو مهرجان مختلف ومتميز كلمنا عن المشاركة وكيف لقيتوا القبول من الجمهور طيب نحن أول حاجة بشكر أستاذ الرحيم مدير شركة أدفانس على الفكرة وعلى المجهود الجبار اللي بذلوه يعني بجد مجهود خرافي يعني وبجد يعني حاجة مفرحة شديد طيب انا احكي لك الفكره انه نحن كان استاذ عمر قدم لنا البرنامج بتاعهم وعزمنا للبروبوزر ذاته كان بطريقه احترافيه شديد وطريقه يعني ذاتها ان شاء الله بتشبه السودان وحاجه حلوه فالحمد لله يعني كان البروبوزر مقنع ونحن بجد كنا خايفين من التنفيذ لكن الحمد لله يعني انه التنفيذ كان يعني اجمل من البروبوزر ذاته يعني تفاعل الناس انتم زي ما شايفين الناس ما شاء الله كتار والله انا كل ما اكون راجع البيت الناس كلها تعاليق يعني حتى بيعلقوا لي في الخاص في بيراسلوني صحباني يعني بيتكلموا عن انه البرنامج انه كيف كان القبول عالي جدا وكان حاجه يعني حاجه مفرحه وحاجه جديده يعني شكرا لك كثير استاذ احمد شكرا لكم ولحضوركم وشكرا للمشاركه الرائعه من خلال شركتنا الله يديك العافيه شكرا وشكرا لقناه الشروق وان شاء الله يعني بنتمنى قناه الشروق ترجع ثاني قويه زي اول وان شاء الله نتمنى لكم التوفيق بالتاكيد هو معاكم وبيكم ونحن مستمرين معاكم متابعينا وين ما كنتوا في مهرجان السودان للتسوق وفي حضرتنا كثير من المساحات اللي بتجمع بيننا وبينكم من خلال الرعاه والشركات الموجوده سعيدين جدا انه نلتقي بدواجن الكويتيه والاستاذ سمان العبيد من اداره التسويق اهلا بك وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مرحبا بكم ونورتونا حقيقه الفعاليه يعني يمكن الكل شاهد والكل يتفاعل في المقام الاول الشكر جزيل لشركه ادفانس ونشكر كل الشركات الراعيه لهذا الحدث العظيم وان شاء الله يعني نتمنى يمتد ويتواصل وحقيقه الناس محتاجه لفعاليات زي دي والكويتيه دائما صباغه انه تكون حضور في مساحات هكذا اكرم على ان شاء الله. استاذ سماني يعني واحده من الفعاليات اللي بتقام في السنه تقريبا هي مره واحده، كيف لقيتوا التفاعل من قبل الجمهور؟ والله تفاعل ممتاز والمواطن يعني بيعرف الكويتيه جيدا وفي نفس الوقت يعني الكويتيه درجه انه تبيع باسعار البيع المخفض وفي محليات وفي حتى في المعرضات وكان في بيع تحفيزي للمواطن بسعر الجمله يعني. ولكن تفاعل كويس وطيب من المواطن وان شاء الله نحن يعني حريصين انه كل ما يكون في مهرجان زي المهرجانات دي الشركه تكون يعني صباغه ان شاء الله. طبعا الدواجن معروف انه عندها كثير من الوصفات في البيوت السودانيه. عملت وصفات محدده في المهرجان للتذوق ولا هي كانت من خلالها نافذه للبيع فقط؟ بالطبع بالتاكيد يعني كانت المشاركه في جناح الكويتيه بالمعرض بالكرنفال هنا مجموعه من التيستات وعدد من الوجبات المختلفه ومعانا الشيف ريم قدمت وجبات محترمه جدا ويعني هي حقيقه يعني قدمت وجبات ووصفات لربات البيوت اللي ان شاء الله انا متاكد بنقل الفكره من المعرض هنا لبيوتنا ان شاء الله. يعني حنشهد مبيعات عاليه لدواجن الكويتيه ان شاء الله في الفتره الجايه. ان شاء الله وبعد البرنامج ما ينتهي ان شاء الله انتم برضه الليله مدعوين على تذوق التست بتاع اليوم عندنا وجبه بتاعت مشوي ان شاء الله. كده على الهواء مباشرة معنا كل الناس اللي حابين ان هم يجوا يذوقوا يتفضلوا معنا يا مرحبا الله ينوروا جميعا يا اخي تسلم وشكرا لك كثير استاذ سمان الله يبارك فيك عليكم السلام ورحمه الله وبالتاكيد مستمرين معكم متابعينا وين ما كنتوا يمكن في حضرتنا كثير من المساحات وزي ما متابعين من خلال هذا البث المباشر يمكن كثير من الناس هي موجوده من خلال مهرجان السودان للتذوق واللي بيتميز يمكن بفعاليه مختلفه واحنا زي ما اسلفنا وقلنا انه احنا كشعب سوداني عندنا نكهه مميزه وعندنا تفاصيل مختلفه من خلال وجباتنا السودانيه اللي بيتميز بها ودي اللي بتدينا مساحات كبيره جدا من التنوع والتذوق كمان بيتميز بانه كثير من التفاصيل الجميله خلونا مع بعض نمشي للمنصه ونجي بالتاكيد في مساحه قادمه
مصاقر الحر دود مصاقر الحر دود نطب قدم شرار حماش عيوننا نار ما بنخاف الموت سوداني يا سود نبلع جنب سود ورس ما جدود سوداني يا سود شعرنا الوحدة والحرية أما في سلام بيدور لمنيا ميم الزندقة وزينية ننسى فكرة القبلية سوداني يا سود سوداني يا سود نبلع جنب سود ورس ما جدود سوداني يا سود شو خيال ولي سوداني يا سود دموع ما بتفيد للمد والنقيل سوداني يا سود أنا رصيحت يبس قلب اللوم حديد طفح الكلمة غدا لمتين السكوت سوداني يا سود نبلع جنب سود ورس ما جدود سوداني يا سود نبلع جنب سود ورس ما جدود سوداني يا سود قوموا لاغتصابنا وقوموا للغشي مزازة بيق وصابنا سوداني يا سود قوموا نشوف حصابنا العالم ماكسو زادنا أقوم ونشوف حصادنا العالم ماكسو زادنا نساند القول وسوى مين نظيم ونوى القوة في اتحادنا السمونا سوسيادة نحن زادنا عينو يا الفراجة كده سكتوا الهراجة عينو يا الفراجة كده سكتوا الهراجة هاي درسنا الخواجة هاي قومنا العجاجة الهراجة هاي درسنا الخواجة هاي درسنا الخواجة هاي قومنا العجاجة عاينوا يا الفراجة كده سكتوا الهراجة عاينوا يا الفراجة كده سكتوا الهراجة هاي درسنا الخواجة هاي قومنا العجاجة هاي قومنا العجاجة درسنا الخوايا سوداني يا سود درسنا الخوايا سوداني يا سود ويقومنا العجاجة سوداني يا سود سوداني يا سود سوداني يا سود سوداني يا سود سوداني يا سود
وجه التحية فرو الملوح براق من عشيه. أقول السلام ردها التحية فرو الملوح براق من عشيه. عيونه باكية والخدود روية، عيونه باكية والخدود روية، عيونه باكية والخدود روية، عيونه باكية والخدود روية، عيونه باكية والخدود روية. أبكرة الرحيل تاني ما في جاية دمع الفراق الصباح دي اسمه هذي بلو هيبة وجمال توب عفاف قتلبه. سمحت الصباح دي اسمه هذي بلو هيبة وجمال توب عفاف قتلبه. طريقه شايك بيتين صلبه، طريقه شايك بيتين صلبه، طريقه شايك بيتين صلبه، طريقه شايك بيتين صلبه، طريقه شايك بيتين صلبه. ودعته قلبي ودعني قلبه دمع الفراق وقل لي الرسائل وبعاد وطول منامي شايله دمع الفراق. سمع 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 من غير رغيب ان يطب علينا من الصباح للرواح يجينا، من غير رغيب ان يطب علينا من الصباح للرواح يجينا. نجم الظلام اشهد باللي بيننا، نجم الظلام اشهد باللي بيننا، نجم الظلام اشهد باللي بيننا، نجم الظلام اشهد باللي بيننا. ابليس حرام ما دخل علينا دمع الفراق وقل لي الرسائل وبعاد وطول سمحة 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 سمحة. صباح للرواح جينا نجم الظلام اشهد باللي بيننا، 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 نجم الظلام اشهد باللي بيننا. ابليس حرام ما دخل علينا دمع الفراق سمع الرسائل وبعاد وطول منامي شايله دمع الفراق. المطافل ما حصلت النار ولعت يا بلول النار. سمع فوق سمع 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 في الما حصلت يا بلول النار ولعت النار ولعت. أيوه
الحجن والفاليوم كده الحجن والفاليوم ما تداوم ليه مريحي الوجع في ريت كان تعب بالخلا نار وتوجد من بارحة أقسمها انت بارحة يا بلولة كيف إنها الوحيدة اللي بنضمها النار ولعت يا بلولة النار ولعت النار ولعت يا إيمان النار ولعت النار ولعت يا بلولة النار ولعت النار ولعت ومدرمان النار ولعت النار ولعت في بحر النار النار ولعت في الخرطوم النار ولعت النار ولعت في الجزيرة النار ولعت النار 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 اسمع فوق صفقة صفقة ناس بري بشر صوت عالي يلاك
سوق الريد مهل انت وانا وقلبي المعاك يا عينيا انت وانا جوز الهنا في الماضي يا عينيا عبدور زاد يا عينيا حقك برا يا عينيا حتى في جواك يا عينيا حتى في جواك ظلمة معاك يا دابو زاح كل العذاب البيا انت وانا جوز الهنا حابين بعض يا عينيا السلاح الطبي جنبنا الرب
فوق الحسيس ما هندم بالقميص الليلة أباشي عاد عريس أنا قولي في الونيس عاد الليلة روقي أمري واسمو صيل هرد بيسا وعسلي الحساس الليلة قلبي مرقص أنا نادو لي عشايب لي صدرين قلبي مرقص Yeah.
عشان انا حتلال العويد العجبه والفطين اللينا انا جني ومشان سعد بتول زين عاد اللينا قلبي مرقص انا اسرق اجل عيني دي افقد في المعبر وحد وعاد لا وين اللينا قلبي مرقص انا نادوا لي عشايب قلي سدرين قلبي مرقص صباح العيد انا شهد الله الليل اللي راجل زي بطان البيت الليل قلبي مرقص انا نادوا لي عشاي بلي سدرين قلبي مرقص قولوا خير قولوا خير قولوا خير السنة سعيدة قولوا خير السنة سعيدة سنة سعيدة ما بعيدة السنة جديدة في روح تكون وحيدة الله يدي أمك سريدة قولوا خير قولوا خير السنة سعيدة
الشوقة وانقلوا بالروقة فوقة العيون تبلشوا سعيدة جدا 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 بحضوركم محبة قدر الدنيا سنة سعيدة عليكم إن شاء الله. الله ليلنا مسكين
بنحييكم متابعينا من خلال هذا البث المباشر لقناة الشروق الفضائية، ونحن في نادي النيل لازلنا في حضرة مهرجان السودان للتسوق، واحد من الشركات المشاركة من خلال هذا المهرجان شركة جي بروجكت. نحن سعيدين جدا أن نلتقي بمدير المبيعات الأستاذ محمد أحمد مختار. أهلا وسهلا بك. عليكم السلام والله يا أستاذ، احنا سعيدين جدا أن نكون في مهرجان السودان الأول للتزوق إن شاء الله. يا مرحبا، كلمنا عن مشاركتكم من خلال مهرجان السودان للتذوق. نحن أول حاجة كشركة سعيدين جدا نكون جزء من البرنامج ده، فشاركنا بالعديد من الهدايا والجوائز تمام على مدار أيام المهرجان، وبرضو شاركنا بعروض محترمة جدا للمخططات والأراضي اللي إحنا بنقدمها يعني. احنا شاكرين لكم كثير يا استاذ احمد، شكرا لكم وشكرا لمشاركتكم من خلال المهرجان، وان شاء الله لقيتوا تفاعل وقبول من الجمهور. والله الحمد لله تفاعل محترم جدا، والليله السعب على الجائزه الكبيره ان شاء الله قطعه ارض مقدمه من العملاقه جي بروجكت المتحده. لكم التحيه. الله يديك العافيه ان شاء الله. بالتاكيد لسه مستمرين معاكم متابعينا وين ما كنتم من خلال هذه التغطيه المباشره، وفي حضرتنا الشركة المنظمة شركة أدفانس لميديا، واللي هي كانت منظمة ابتداء من الفكرة وحتى التنفيذ وحتى اليوم الختام اللي نحن بصدده، بنسعد جدا بأنه يلتقيك أستاذ عمر عبد الرحيم المدير العام للشركة. أهلا بك. أهلا بك وأهلا بقناة الشروق المنورانة دائما، ودائما هي معانا في كل محافلنا، وبنشكركم على 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 حضوركم يعني. كلمنا بداية عن الفكرة والتنفيذ، بدأت من وين وكيف وقدرتوا تنفذوها في إطار فترة زمنية قدر شنو؟ بسم الله. وإنه أول حاجة إنه مهرجان السودان للتذوق هو كان لداق لي فكرة من العام 2018، جات من الخبرة اللي بتمتلكها شركة أدفانس في إنتاج البرامج المتعلقة بالأسرة وبالمطبخ تحديداً. فأدفانس تمتلك أكثر من برنامج مطبخ تلفزيوني في السودان، فجاءت الفكرة في أنه نحن نجد حل أو نجد مساحة للشركات الأغذية في السودان في أنها تقدم منتجات غذائية وتعرضها بالشكل النهائي للمنتج. والفكرة الأساسية أنه تعزيز الثقافة بتاعت المهرجانات أو ثقافة المهرجانات في السودان، ولأول مرة يعني يكون في مهرجان متخصص لهدف متخصص أو لفكرة متخصصة اللي هو مهرجان التذوق. واحدة من الأفكار الرائعة يعني في المهرجان اللي هو التنوع الكبير ما بين المطبخ المصري للمطبخ الأثيوبي للمطبخ الهندي، فكرة يمكن تكون جذابة جدا ومن خلال التذوق حتى لمختلف الثقافات. خلينا نعرف الفعالية اللي كانت موجودة، فعالية الأغذية الصحية تحديدا، هي واحدة من الحاجات المميزة. خلينا طيب الفعاليات بتاعت مهرجان التذوق او كل الفعاليات اللي كانت في مهرجان التذوق هي كانت نتاج لورش عمل طويله بيننا وبين شباب في التيم بتاع المهرجان. فانا بحييهم على مجهوداتهم وعلى على على تعبهم في المهرجان. يعني المهرجان لاول مره في السودان يكون في أجنحة خاصة بالشركة المنظمة للمهرجان. دائما المهرجانات أو المعارض بتكون خاصة بالشركات. فنحن الحمد لله في فكرتنا أو في مهرجان التذوق كان في الركن السوداني، هو ركن متخصص بالوصفات السودانية الشعبية والأول ممكن نقول الغذاء التقليدي. وعندنا كان الركن العالمي كان كل يوم بيكون معانا سفارة أو جالية في السودان، ابتداء من المصرية والأثيوبية والمغربية والسورية والهندية والصينية. الحاجة المختلفة ومميزة. كل يوم نحن عندنا تنوع في الركن العالمي تحديدا. بالإضافة لأول مرة في حاجة اسمها العيادة الغذائية اللي هي الكلينيك فود اللي هي بتهتم بالمشاكل أو الأمراض المتعلقة بالغذاء بصورة عامة. ففعاليات كثيرة والناس يمكن شافتها ولسه هي مستمرة زي ما شايفين. فإن شاء الله تكون تجربة يعني لينا مختلفة، وإن شاء الله نقدر نطورها لقدام. احنا عاوزين نسأل من قدام دي ذاتها أستاذ عمر، يعني دي النسخة الأولى بالضرورة بعد النجاح الكبير اللي لاقاه مهرجان التذوق والإقبال الكبير جدا اللي احنا تابعناه من خلال الشاشات ومن خلال الحضور الكبير القادم. إن شاء الله بإذن الله نحن نوعد كل الجمهور ونوعد كل السودانيين في إنه مهرجان السودان للتذوق ما حيكون مهرجان السودان الأول، حيكون مهرجان السودان الثاني والثالث والرابع للتذوق، وإن شاء الله نقدر نضيف فيه
الفعاليات الجاذبة، ونتمنى انه الموسم الجاي يكون اجمل من الموسم ده بكثير ان شاء الله. شكرا لك كثير استاذ عمر مدير شركة أكبر. شكرا لكم وشكرا لقناة الشروق، ونحن بنحييكم وكثر الف خير. شكرا لكم كمان متابعينا ومشاهدينا وين ما كنتوا من خلال هذه التغطية المباشرة والمميزة. ختاما نحن بنقول لكم شكرا جزيلا لكل اللي كانوا حاضرين ومتابعين، شكرا للجمهور وللحضور الكريم ولكل الشركات اللي كانت موجودة من خلال هذا المهرجان. كمان بنحيي كل الجاليات اللي كانت حاضرة لهذا المهرجان الأول للتذوق. بالتأكيد حنتلقيكم في مساحات قادمة من شاشة قناة الشروق الفضائية. في أمان الله.